يوم العلم عام 2023، رئيس الدولة الشيخ محمد الله يحفظه طول في عمره رفع العلم بالسارية اللي نحن صنعناها، فهذا يعني فخر ما في بعده صراحة. حسيت أني أنجزت بعد ما أشوف السارية اللي أنا صنعتها وأنا ركبتها بيدي يرفعها سمو رئيس الدولة، ما في أفضل من هذا الفخر. شو بحصل أكثر من كذي؟ هذا اعتبره فخر. بداية الشركة هي كان فيها قصة بسيطة. نحن أيام الدراسة في مرحلة الابتدائية كان عندنا حصة اسمها حصة الفن، حصة عبارة عن الرسم والألوان، فكنا نحب نرسم العلم ومع سارية العلم، فبدأنا نرسم صورته وهو مربع العلم، وبعدين بدأنا نرسم صورته وهو كأنه يرفرف. ومن هنا تشكلت الفكرة هاي إن ليش ما أفتح شركة متخصصة في صناعة الأعلام، ومنها كدافع وطني إن أنت اليوم يوم تقدم العلم، العلم هذا له قيمة معنوية أكثر من ما أنه له قيمة مادية. نحن بدينا في عام 2014، كنت أنا ومعي عامل واحد من الجنسية الأسيوية. هي بدت كشوروم فقط، كنا نشتري أعلام من برا ونرجع نعيد نبيعها، لكن تطورت الشركة وبدينا نجيب موظفين، بدينا نجيب آلات طابعات، بديت أعمل خط إنتاج خاص فيني أنا، وبديت أطور الشغلة أني أنا أريد أطور العلم بحيث أنه ما يكون علم تقليدي مثل يعني العلم اللي منتشر في كل مكان اللي هو جودته مش جودة عالية. والحمد لله سنة بعد سنة نحن قاعدين ننمو لأن في تركيز وجهد عالي على الشركة. اليوم نحن الشهر القادم بإذن الله بنحتفل في 10 سنوات من تأسيس الشركة. صراحة اختيار العمالة في هذا المجال الضيق صعب جدا، يعني صعب إنك تلاقي موظف يمشي على مزاجك، يمشي على الكواليتي اللي أنت راسمه في بالك. أغلب اللي كنت أصادفهم موظفين تقليديين، لكن الحمد لله اليوم نتكلم على فريق قوي جدا ما شاء الله ساهموا في رفع مستوى الشركة، وأتأمل منهم الأكثر إن شاء الله. نحن صراحة ساعات يعني يوم تيجي تبيع العلم لشخص ويساومك في السعر، فأنت العلم هذا ما تقدر تساومه لأن العلم هذا له قيمة، فودك أنك تعطي الناس كلها أعلام مجانية بحيث أنها تشوف العلم فوق كل بيت. ونفس الوقت نحن قاعدين ننتج الأعلام ونبيع الأعلام، ونفس الوقت قاعدين ننشر ثقافة العلم، كيف تستخدم العلم، كيف ترفع العلم في حالات التنكيس، كيف تنزل العلم في حالات انك كيف تتخلص من العلم بعد ما تنتهي صلاحيته، في له طريقه. فنحن قاعدين ننتج ونصنع ونبيع، ونفس الوقت قاعدين ننشر الثقافه اللي هي نتامل انها تنتشر للزبائن. اليوم انا يعني لا انا ولا الدوله ولا الجهات الحكوميه تقبل ان في علم تالف او علم الوانه باهته، العلم له احترامه وله قيمته. فهذه الثقافه اللي نحن نامل انها توصل لجميع شرائح المجتمع. شوف بالنسبة لألوان علم الإمارات كل لون يرمز لحاجة معينة، يعني مثلا اللون الأحمر يرمز إلى تضحيات أبناء الإمارات وحماية المكتسبات والمنجزات، الأخضر يرمز إلى النماء والازدهار والإخضرار، أما بالنسبة للون الأبيض يرمز إلى عمل الخير والبذل والعطاء، واللون الأسود يرمز إلى قوة أبناء الإمارات وشدتهم. بالنسبة لاستخدامات الإعلام في الجهات الحكومية أو الشركات أو في حال تمثيل الدولة في أي محفل، العلم يرمز لصفة الجهة اللي هي يعني العلم يعكس واجهة الشركة. مثلاً في أغلب الشركات حالياً تحط الإعلام خارج المبنى، يعني أمام المبنى، فهذا يعطي دلالة أن هذه الشركة وهذا مقرها. بالنسبة في توقيع الاتفاقيات نفس الشيء، كل طرف من الاتفاقية يكون حامل العلم وهذا يمثل الدولة الفلانية. بالنسبة لأقمشة الملابس هي غالبا ما تكون أقمشة خفيفة وتستخدم لللبس في الأماكن الداخلية، أما بالنسبة للإعلام المواد الأولية والأقمشة المتخصصة في صناعة أقمشة الإعلام، المواد الأولية المستخدمة تكون مقاومة لسرعة الرياح، للرطوبة، لحرارة الشمس، للاستخدامات الخارجية وسرعة الرياح العالية. نحن نواجه مشكلتين في موضوع الإعلام، يا يتقطع يا يتغير لونه، إذا مد في عمره لونه يتغير.
إذا ما مد في عمره العلم يتقطع، لكن اللون ظل موجود، الألوان ظل موجودة. نحن السنة بعد سنة أصلاً نقعد مع المصنع نفسه، ونحن لحالنا نبتكر ونفهم المصنع شو تعمل، كيف نتحكم بالأنسجة، سماكة النسيج، كم نسبة البوليستر مع القطن في هذا الخيط، وتتجمع الخيوط مع بعض وتشكل مثل القماش، وفي فتحات، الفتحات هذه إذا وسعتها العلم لو مهما أجا من هوا ما يشله، لو صغرتها تواجه مشكلة ثانية بحيث أن العلم يرتفع ولكن يظل يواجه مقاومة. فمسألة التحكم بالفتحات اللي موجودة بالعلم مسألة حساسة، ما فيك تكبرها وما فيك تصغرها، لازم تمشي أنت. والحاجة الثانية ما تقدر تعطي يعني قراءة معينة، مثلا في فترة الصيف الإعلام تطول معاك، لكن حرارة الشمس تغير لك الألوان. في فترة الشتاء يكون العكس، يظل العلم محافظ على لونه لكن من قوة الرياح يتقطع العلم. دول الخليج هي تقريبا مناخ صحراوي شديد الحرارة، وطبيعة الأرض هني أغلب الأماكن اللي نحن نركب فيها الإعلام تكون السارية موجودة وما فيها مصدات رياح، مش موجودة بين بنايات، فتلاقي الهواء يضربها من يمين من يسار. ونحن حتى بعد عندنا في سارية العلم اللي موجودة عندنا فيها سيستم جهاز يلف العلم مع اتجاه الريح، ما يخلي العلم يلف على السارية. فإذا أجى الهواء من هني العلم يلف من هني والجهاز يلف العلم، وبالطريقة هاي. وتختلف يختلف المناخ من دولة لدولة، ما فيك تقول أنت يعني الدراسة اللي عملتها في دولة الإمارات تنطبق على مثلا على مصر على الأردن. أنا أروح أوروبا العلم يقعد معهم سنة كاملة، المناخ صحي، الجو نظيف، ما تشوف غبر على العلم سنة كاملة يقعد، ما عندهم قوة الرياح العالية، العلم ما في مساومة. هذا الرمز أنت ترفع يعني يرفع اسم الدولة في كل مكان. فهذا الشيء الوحيد اللي الواحد ما يقدر يساوم في سعره أو يسترخص فيه. غالبا في الشركات المتخصصة تكون مبدعة، تكون تطور على يعني تواكب التطور. اليوم أنا عندي نوعية قماش خاصة بالعلم، أوكي، السنة الجاية تنزل حاجة أفضل منها ونحن نأخذ الأفضل، اللي بعدها تنزل حاجة أفضل ونأخذ الأفضل. ليش؟ لأن نحن نبغي نبيع الأفضل. اللي يميز شركة الإمارات لتجارة الإعلام عن باقي الشركات المنافسة إنها شركة متخصصة في تصنيع الإعلام، فنحن نستخدم المواد الأولية والأقمشة اللي هي خاصة بالإعلام فقط، مش في أي شيء ثاني. بالنسبة للشغلات الثانية اللي تميزنا الكادر البشري، عندنا كادر بشري قوي جدا يشتغل على مدار الساعة 24 ساعة في أي لحظة. نحن عندنا جهات حكومية حتى يكون الأوردر سريع جدا، ما في مجال أنت تتعامل مع مراسم وبروتوكول ورؤساء الدول، فيحتاج أن أنت تلبي أي أوردر خلال ساعة واحدة يكون موجود براكب. الساعة 4 الفجر نشتغل نحن، شو رأيك؟ أفكر أن نحن ما نصنع علم الإمارات فقط، نحن نصنع علم الدول العالم كلها. من ضمن المشاريع الكبيرة اللي نحن اشتغلناها اللي هو معرض إكسبو، وعندك كوب 28، وعندك كانت في مبادرة وطنية اللي هو الهليكوبتر اللي كان يطلع على الإمارات، وكان في مبادرة اللي هي أيام كورونا. من ضمن الحملة الترويجية هاي خليك في البيت، كان فيها هاشتاج منتشر، فنحن عملنا العلم اللي هو علم الإمارات وتحته مكتوب الهاشتاج خليك في البيت، اللي هي كانت حملة توعوية أن الناس يعني تلتزم بمعايير الصحة والحجر أيام كورونا. من أكبر الفعاليات اللي نحن ساهمنا فيها، حتى في فعاليات خارج الدولة مثل عندك كأس العالم في دولة قطر، نعم، أرسلنا كمية ضخمة من الإعلام للجمهور في قطر. إحنا أصلاً أغلب شغلنا مع الشركات الخاصة والجهات الشبه حكومية والشركات والمؤسسات والشركات الخاصة، حتى على مستوى الأفراد ساعات يكون واحد مثلاً عند مناسبة عرس، حفلة أو أي مناسبة يحتاج إعلام نورد له إياها. نحن والكادر البشري والفريق الإنتاج عندنا فريق متخصص في التوصيل والتركيب والتسليم على أتم الاستعداد. نحن نشتغل أصلاً 24 ساعة كإنتاج خلال ساعة يكون، لكن نواجه مشكلة مثلا يكون واحد طالب منك بضاعة وهو في الفجيرة، فمسافة الرحلة هي اللي تأخرنا. نحن على أتم الاستعداد، عندنا المستودعات مليانة أعلام وصاريات أعلام وجاهزين على أتم الاستعداد، وعندنا فريق كادر البشري من ناحية الإنتاج والتوصيل والتركيب
على مدار الساعة طول أيام الأسبوع. أي شيء يخص الأعلام وسريات الأعلام نحن موجودين. أنا اسم الشركة نسميها الأمهرات للأعلام، أكثر من كذا يحب ما عندي. يعني اسم شركتي كأنه علم، الإمارات للأعلام، اسم الدولة والأعلام مع بعض، فأكثر من هذا الحب كيف أعبر لك؟